تحية طيبة من إندبندنت عربية وإليكم النشرة الإخبارية لأبرز أحداث اليوم. والبداية من غزة، حيث يتواصل القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في شمالي القطاع وجنوبه، لا سيما في خان يونس التي تشهد أعنف المعارك. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 21 جندياً في 24 ساعة الماضية بعد يوم من مقتل 10 من جنوده، بينهم ضابطان رافعان خلال القتال. هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من القطاع، موقعة مزيداً من القتلى، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 18,000 منذ بدء الهجوم. في هذه الأثناء، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن النظام الصحي في غزة انهار، مؤكداً أن 1,900,000 فلسطيني نزحوا داخل القطاع بسبب الحرب. من جهة ثانية، وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، واقتحمت عدة مدن وبلدات فيها، بينما قالت الخارجية الفلسطينية إن اجتياح جنين المتواصل استنجاد بالفوضى هروباً من أي استحقاقات سياسية مقبلة. في أوكرانيا، أصيب نحو 50 شخصاً بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة كييف، في حين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير جميع الصواريخ 10 التي أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية. ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي تشنه موسكو على كييف هذا الأسبوع. اتفق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في دبي على البدء في خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، في أول اتفاق من نوعه بشأن مكافحة تغيير المناخ والاحترار العالمي. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الاتفاق لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أنه يعطي لكل دولة الحق في اختيار المنهجية التي تحافظ على مصالحها. هذه كانت أبرز أخبار اليوم، شكراً لكم، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقع إندبندنت عربية.